أن يعود الناس على التوجه، لأن هذا الحج وإن كان الدخول مجانا ولكنه سوف يترجم إلى عوائد اقتصادية عندما يزيد الحج والمتابعة، تزيد العوائد الاقتصادية، وهذا فكر غير تقليدي في عمليات التسويق. عندما يأتي الحين في هذه الحلقة سأقول لك كيف يفكر الأطراف أشقائنا في السعودية بطريقة احترافية اقتصادية تسويقية عالية جدا في كل علاقتهم بالنادي الأهلي، وكيف أن هذه العلاقة سوف تثمر لكل الأطراف ليس من طرف واحد. ولذلك الوقاحة والتجرؤ على النادي الأهلي والتلقيح الكلام بالكفالة والشغل الصغير سيأتي وقت في هذه الحلقة لنسقط الأقنعة والناس هي تتولى شأنها معهم بالطرق السلمية.